Salut! Salut, salut! عسلامة عسلامة في اللايف باش نبداو نعملو هكا اون فان كونت باش نعملو ما نجمناش نعملو لايف على اليوتيوب خاطر ما حبش يخدم لي بقلة ليه. So what we're doing right now هو تدوم نحكيو لهنا نشوف اسئلتكم في التليفون ونحكيو انا ومنى ونسجلها الفيديو وبعد نهبطها لكم على اليوتيوب. عملناها قبل مع خولة نعاودوها توا زاده نورمال. باهي معايا منى عمار نعاود نعرفك مره اخرى. كاتخيام اني ميديسين في الفاكولتي دو ميديسين نتاع تونس وعملت غيو. الجميع اللي تحب تعرف على الغيو وقتاش عملتها الغيو؟ في البروميير اني نتاعك في الي اش سي؟ اي في العام بعد الباك. اي بعد الباك. باهي عملت من الاول اي اش سي سباقس وعملت غيو ومشات ونجحت وتعدات ميديسين كيما حبت. So it's possible guys. حتى كان من الأول مش بتاخذها من بعد. جست عرفنا معناتها أنت باك شنو وبلوتو البداية متاعك في الميديسين وعلاش علاش بدلت بالإش سي وبعد مشيت ميديسين. حكينا حكايتك بلوتو. باهي وفات أنا من الأول معناها ملي نحنا في الباك وقول شفتو في الليسي بيلوت تبدا عاودت هذيك البريسيون سوا باش تعمل انجينيوري سوا باش تعمل ميديسين. Mais quand même, je n'y croyais pas. On a dit qu'on voulait faire l'ingénierie, on voulait aller à fond dans le maths, dans la physique, on voulait tout. Mais dès que, dans le bac, on a fait un peu de maths, de la physique, j'ai senti que je n'étais pas maths et physique à la dernière. J'ai senti que les skills que j'ai, je suis plus scientifique que matheuse. Je n'étais pas matheuse du tout. Donc, on a dit qu'on voulait faire dans le commerce, dans le business, ou dans le domaine médical. دونك بلوس كيف ما جبتش معين باهية معناها في الباك الكل. دونك هذاك الشوا صار وحده وحده فهمت. سوا نعمل اش سي سوا نعمل ميديسين. دونك هكا عملت اش سي وكا مي غادي كي مشيت معناتها في لونتوراج نتاعي ما كنتش مقتنعه فهمت. مانيش مقتنعه بالقرايه سي با سكو جو فولي سي با فهمت. ماهيش لونتوراج نحب عليه ماهمش القرايه اللي نحب عليها الكل. دونك قلت منى بوركوا با انت ماكش خاصك شي ابري تو عام معناها واحد يمرض يدوبل سبحان الله تصير حاجات معناها فهمت. اون اني سي ريان دو تو بالحق سي ريان دو تو. دونك قلت برا منى نمشي نعمل نجرب معناها طونطا شونس كنت حابه معناها انا حابه على الميديسين من الاول. اسكو قصيت في وسط العام وقعدت تقرا للغيو؟ وفات هو انا باك مات دونك هو الغيو لازمو البروغرام تاع الباك سيونس. دونك فما برشا حاجات بوكو دو شابيتر كبار معناها ونحنا محناش قاريينهم فهمت. دونك هذاك اللي ترسات لي معناها سوا باش نقرا باراليل مع لي اش سي اللي هي ماهيش ساهله فهمت. معناتها اي قرايه في الفاك ماهيش ساهله كوك تكون ان شاء الله. تفهم عباد تقول لك لي اش سي ساهله تنجم تقرا معها الريو. لا انا نامن انه لا ما فماش ما تنجمش بوغ ما باش تاخذ نيفو هذاك بوغ اكسيلي لازمك تو في ان شوا. لازم الحاجه اللي تعمل فيها تكون البريوريتي نتاعك. دونك انا جي ليسي لي اش سي دو كوتي قلت ابريتو ماهيش هاربه نجم نرجع لها نجي. عندك الحق تجبد لانسكريبسيون دو فوا معناها نجم كنت نجم حتى كان ما نجحتش في الريو العام هذيك ننجح في الريو العام اللي من بعده. وقتاش كنت نجم في السيمستر الاول ولا الثاني كيفاش عملت؟ جبدتها بكري جونغ بعد لي دي اس الاولى بالكل. اي معناتها بالكل فهمتك اوكي. اي الاول ديك جونغ دي نوفمبر ولا في هذاك هيك. خاطرني على الاول عرفت هذيك اللي حبيت نكتشف في الفاك حبيت نمشي ونشوف وكله عطيتها فرصه معناها. كي لقيت روحي التوجه نتاعي سيانتيفيك اكثر ماهوش نتاع معناتها ماهوش نتاع كونتا وفازيت هكيكا. دونك قلت يلا حاول فهمت. وهي الغيو للميديسين وقتاش؟ هي العاده العوام تتعدى في مارس. وعقبل عامتين انا عديت ان 2017 انا باك 2016 عديت غيو 2017. 2016 كانوا لي غيو يتعداو على 4 فاكولتي صفاقس مستير سوسه وتونس. دونك انا جيت في العام اللي لمدوها عدينا ان اكزامان كوليكتيف في تونس وحده كها. اوكي قالتلك اقبال قالتلك نحب نعرف اسكو سي سوفيزون كان نكمل نقرا الكور الكل من الشهر هذا لديسمبر ومن بعد نبدا نخدم في لي دوار دو غيو دو ميديسين اسكو نخلط ولا لا؟ تخلط هو راهو تكنيكمون بارلون حتى شهر بحق شهرين يكفيوك تكنيكمون بارلون. اما انت معناها مش كيما تقرا حاجه مره كيما تقراها ثلاثه مرات ولا اربع مرات، فهمت؟ دونك انت كل ما تقراها اكثر كل ما تتمكن بها اكثر، كل ما باش تعمل اكثر اكزرسيسات، كل ما لي شانس نتاعك باش يقويو كومبارون صحابك الاخرين، خاطر هي ما هيش جون جوست تجيب 10، هي لازمك تجي من 150 الاولى على 3000 الواحد يعدي. اي مش متاع باش ننجح، هذايا متاع لازم الاولاني نجم نطلع عليه ولا دونك اذا كان هي باش تقول اسكو تكنيكمون نجم اما اسكو ميثود باش تنجحك ولا لسا ديزيغي، فهمت؟ اي فوالا انا نرى ان واحد يحاول، خاطر انا الميثود نتاع قرايتي هذايا بيرسونيلمون للناس كل هذايا ما نراش انك تعبي مخك اكاهو بالمعلومات، تعبي 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 سي با افيكاس، خاطر لازم يقول لك اكتيف ليرنينغ، هو لازمك تتعلم او ميم طون تو براتيك، دونك سي ميو انك تاخذ الدوفوارات او ميم طون وانت تقرا وتجرب في ليزيكزيرسيس اسكو من لي دوفوار ولا اسكو من سيريال، نرى او فور اي ميزور وانت قاعد تقرا تعمل في الدوفوارات خير، انا هذا رايي. وتبدا تجرب. صحيح هذا هو سؤالك قبل، ما نعرفش اسكو فهمتك بصحيح ولا لا. وزاده سالت قالت اسكو نجم ننجح على خاطر انا باك مات، حتى هي باك مات ونجحت. حتى منى باك مات وقالت سي بلوس دو ترافاي سي سيغ خاطر بروغرامكم مش كيف كيف، دونك باك مات وباك سيونس نعرف لي انا باك سيونس خاطر نعرف اصحابي باك مات ما كانش بروغرام كيف كيف، اما تشد البروغرام وتقراه وتفهمه، خاطر دو فاسون حتى باك مات نعرف اللي قريتو لمحات من كل شيء جوست قراو حاجات. اي فوالا دونك نجم وي ان شاء الله تقرا على روحك وتجيبها ونو لي بليزيغ شابيتر سيونس نعرفهمش. اي فوالا نفس اللي انت قلتو بالضبط، تقرا اللي موجود تحاول تتعلم شابيتروات اللي انت ما تعرفهمش وان شاء الله بالنجاح. انت توا كاتريام معناتها سانكيام باش تعمل الغزيدانا. هي انا توا كاتريام اني دونك السنه نكمل لي سيرتيف نتاعي، عام الجاي سانكيام زاد نكمل لي سيرتيف نتاعي، من بعد عام الجاي عادي غزيدانا، غزيدانا تسمى بريسك سيزيام اني. دونك هاو مادامنا دخلنا فيه الموضوع نجمش هذايا لجماعة أي عبد حاب يتعدى ميديسين مش كان غيو نجمش تفسر سيستيم فاكولتي دو ميديسين شوية باش يفهموا يعرفوا يحضروا رواحهم نفسانيا شنو يبي. أي بيان سور وفيت الفاك هي السيستيم تبدل ما صارلوش ياسر، قبل كانوا تعمل 5 سنين اكسترنا معناها طبيب خارجي. اش معناها؟ معناها انت تمشي كسوا بروميير سيكل تقعد معناتها تقرا دي كور كيما نقولوا نحن تيوريك، تقرا دي كور تيوريك او ميم طون ما تقراش لي باثولوجي، ما تقراوش الامراض، تقراو تو سكي البدن كيفاش يخدم، الفيزيولوجي، الاناتومي، الهيستولوجي، تقراو حاجات بازيك. ومن بعد في اخر الدوزيام اني في اخر الدوزيام سيكل تعملوا دي ستاج ديميرسيون كيما نقولوا دي ستاج دو سيميولوجي، جست تمشيو معناها تشوفوا في الستاجات معناها هذول عندكم ستاج الصباح وكرات العشيه ابارتيغ دو دوزيام سيمستر دوزيام اني تمشيو مازلتوا انتم فوزيت دي زيكستيرن معناها طبيب خارجي. ومن بعد كي توليو 3 4 5 توليو ديما كل نهار مثلا تبداو افكتي في سيرفيس باغ اكزومبل افكتي في سيرفيس الكارديو، توليو دي زيكستيرن اون كارديو، تمشيو غاديك تلقاو معناتها تلقاو دي سينيور باش ينكادريوكم، تلقاو تو لو كادر ميديكال باش يعلمك مثلا تعمل ان اكزامان كلينيك، باش يعلمك تعمل تو دياغنوستيك لا مالادي، باش يعلمك تعطي تريتمون بالصحيح. وهذا السيستم القديم ولا السيستم الجديد؟ لا هذا السيستم الجديد، هذوما كيما كان هكاك معناها ديما تعمل 5 ans ديكستيرنا، عامين فيهم بخمية سيكل و3 سنين دوزيام سيكل اللي انت تبدا في قلب السبيطار بالرسمي. راهم معناها نحن هوني في تونس عندنا معناتها ils sont très très compétents الحقيقه، سي ان بو سيرفيس ديبوندون و سيرفيس ديبوندون سي رون ديبوندون. راه معناتها ميساج تفسر اش تقصد بسيرفيس ديبوندون؟ سيرفيس ديبوندون معناها فما سيرفيس باش يعمل لك انكادرمون طياره مش نورمال، عرفت هذيك ساعات في السيرفيس باش يشدوك من يدك هكا ويقول لك يا بنتي اجا نوريك المرضى هذي، اجا اعمل التيست هذايا، اعمل لي الدوسيي هذايا. فما دي سيرفيس باش نقولش عليكم غير موجودين، هكاك معناها كيفك انت كيف ما نعرفش اي بارازيت تعدى في الكلوار اي حاجه معناها برسمي ليميت ما نعرفش. يعطيهم فكره اسمي يحضروا روحهم منهم لي سيرفيس اللي يعملوا لهم هكا. والله هما راهم فما بوكو دو سيرفيس دونك ما نجمش انا معناتها فما يظل 6 و7 سيرفيسات موجودين صحيت هما تلقاهم معناتها جينيرالمون كيفاش هما لي ماجور ياخذوا لي سيرفيس لي بلو فورماتور اللي فيهم اكثر انكادرومون خاطر هذوكم لي سيرفيس يبداو دوموندي بعد معناها لي سيرفيس اللي ماهمش دوموندي العباد اللي اقل شويه في الرون ياخذوهم معناتها كما نقولوا اللي يفضل الفضل معناها امان يا جماعه روثلس والله هذا السيستم اوكي دونك هذيا ستيل جور ليكسبيريونس هما خاطر الحاسمه نعرف جماعه الميديسين ديما وانتوما تقراو ميم طون باش تبداو ديما تمشيو للسبيطارات وكل شيء هاي صباح هاي وياسر سون سيفير مع لي ستاج معناها ستاج نون فاليدي معناتها دو ستاج نون فاليدي تعاود لها من العام الاولاني معناتها من التخوازيام اني من التخوازيام اني والبروميير اني والدوزيام اني هذاك اللي باش تقرا فيه لو ماكسيموم معناتها بروميير اني دوزيام اني لا انت ديما تقرا لو ماكسيموم اي في بالي تيوريك كهو صافي هذاك شنو خصك لا تيوريك اي تيوريك كما قلت لك تو سكي فيزيولوجيك اي ما تقراوش حتى مرض تقراو تو سكي معناتها تو سكي كيفاش يخدم كيفاش يعمل حاجات هذوكم الكل به دونك جست باش نعمل لهم كيما الملخص عامين الاولانيين تقراو كهاو وباش تقراو تو سكي فيزيولوجيك وكل شيء مش تو سكي امراض وباثولوجيك ما ابارتيغ من 3 للسيزيام اني وقتها باش تبدا تتعلم في الامراض ووقتها باش تبدا تمشي في السبيطار وتحوس في السبيطار ويعذبوك شويه في السبيطار وفاسدوك صحيح اما هما جوغ حتى للسانكيام سيزيام اني راهي كلها ريزيدانا بريباراسيون ريزيدانا سيزيام اني ريزيدانا ريت نعاود لك باش تصلحني باش انا باهي هذوما 6 سنين نتاع الميديسين اون جينيرال اسكو انت تحب تعمل سبيسياليتي من بعد ولا جوست باش تكمل ميديسين دو فامي والله شو هو بعد ما تعمل 5 سنين اكسترنال معناها تعمل تعدي غزيدانا تقعد تحضر له 6 شهور دوكو تعديها في ديسمبر دو معناتها السيزيام اني نتاعك في ديسمبر كانك نجحت معناها باش تدخل العام اللي من بعده في السبيسياليتي نتاعك خاطر كنتي ديك تكمل تعدي ريزيدانات تدخل انترن انترن معناها تولي تخلص من عند السبيطار معناها 1,200,000 وتخدم في السيرفيس اللي انت تختاره بيان سور غون ديبوندون كل شيء غون ديبوندون دونك تخدم ذراعك على ذراعك على صحيح دونك تخدم معناها انترن والعام اللي من بعد الانترن معناتها انت كي تعدي الغزيدانا في ديسمبر راك مثلا نقولوا عديت غزيدانا ديسمبر 2020 ماكش مش جانفي 2021 باش تدخل تخدم باش تدخل غزيدون سبيسياليست لا جانفي 2022 خاطر عندك اون اني دانترنا في الوسط باهي اوكي اذا سي تو شوازي دو فير لا سبيسياليتي وتنجح بيان سور معناها اذا كان ما تنجحش تتعدى ميديسين دو فامي العام اللي بعد الانترنام تاعك اللي هي 3 ans تخرج ميديسان دو فامي اللي هي كيما نقولوا ان جينيراليست ما بوكو بلو فورمي فوالا نحات معناها ميديسين جيت نحات ميديسين جينيرال نحات ولا تولي فما ميديسين دو فامي اللي هو سي ان ميديسان جينيراليست بوكو بلو فورمي حكينا على السيستم وكل شيء انتي شنيا ترى عطيني 3 حاجات باهيين في الفاكولتي نتاع الميديسين و3 حاجات خايبين جوست باش تعطيهم هكا رايك انت الشخصي للشعب اللي جاي جديد اوكي 3 حاجات باهيين نحكي في فاك تونس هذايا فاكولتي الميديسين فاكولتي نتاع تونس 3 حاجات باهيين لي بروف باهي لي بروف معناتها لي بروف اللي قريونا سون تري كومبيتون بالحق معناها فما دي بروف معناها كيما نسمي دكتور ويلي في الكارديو كيما قبل في الدوزيام اني وقتها تذكر فما بروف زاد معروف قرانا وكل انسان معناتها طياره على الاخر ويوصلوا المعلومه بالباهي وعندهم من بيداغوجي تحفونه معناها انا جو تخوف والحاجه مثلا هذوما ان كوتي حاجه ثانيه انه باغ اكزومبل نحن عندنا لافونتاج حاجه طايره على الاخر اني انت مثلا قولوا عندك سيرتيف نتاع كارديو صباح تمشي لستاج الكارديو والعشيه عندك كور نتاع كارديو وفي اخر الاكزامان معناتها في اخر البيريود نتاع ستاج باش تعدي اكزامان معناها دو فان دو ستاج على الكارديو. معناها ما فماش مثلا انا نقرا معناها عندي ستاج على ستاج كارديو والعشيه نمشي تقريني كور اختو. نو كل شيء نفس كل شيء تبع بعضه. دوكو عرفت هذاك التسلسل في مخك يمشي طياره على الاخر، تفهم كل شيء وتفهم علاش وكيفاش وتراها معناها تراها بعينك الباثولوجي تراها في السبيطار الصباح وبعديك العشيه تمشي انت تقراها في الكور تدخل معناها اكل يديك تجرب بيديك تشوف قدامك معناتها وقت اللي صحيت اي رجعت تمشي داك اللي جربته الكل باش تشوفه تيوريكمون دو فازون اصلا تراها في. انا تعجبني هذيك على الاخر على خاطر تولي تراها مش كلي حاجه ياسر تيوريك ما تفهمهاش تولي تفهم عن شنو تحكي. صحيت فوالا سي بوكو بلو هكا كونكري وكل وتوضح وكي تراها بعينيك معناها تراها تعمل اكزامان انت تنساهش بكل. Bien sûr, oui. L'expérience. Donc, c'est un point positif à l'akhir. Pourtant, huma rahum l'fac, معناها تتعب يقسمونا 3 groupes, 2 générations ou 2 promotions, les promotions قسمونا زاد 3 groupes. باش العباد اللي عندها ستاجات الخطو كلهم يمشيو يقراو عند نفس البروف باش يقراو خطو. En même temps في نفس الوقت فما معناتها هما مساكن الفاك يعاودوا الكور 3 مرات. يا معلم. وي معناها بروف كيفاش يعاود فيه 3 مرات مسكين يعاود شامه مش نفس البيريود مثلا يقريه مثلا في سبتمبر وبعد يقريه مثلا في نوفمبر وبعد يقريه في ديسمبر. اما لازم يعاودوا بيان سور يعاودوا وبعد السيمستر الثاني يزيد يعاودوا 3 مرات باش انت تو ا لو كونفور انك تقرا معناتها الصباح عندك ستاج والعشيه عندك نفس الكور هذيك اللي انت فزت. انا على الاخر فاز. اسكو تعرف كان جوست ليكول نتاع تونس عملتها زعما في صفاقس ما يقسموهمش دو بروموسيون كامله يوزوهم على السبيطار الكل. دوكو تنجم انت تقرا كارديو اما انت راك تعدي على الاختو. ماهمش مقسمينها بنفس الطريقه. مش بنفس الطريقه ساره والله غمالي ميثود به ميثود طياره. عطيتني زوز. انت توا عندك حاجة ثالثة عجبتني في الفاك فما باركينج. ضمني بال باركينج يا جماعة اللي عنده كرب زي من المريض أنا وفما بحسلوا أنا أفونتاج اللي شو اسمه السبيطارات قراب أحلى الفاك زيادة جيني أفونتاج شو رسمي pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ما تنجمش مثلا تكون عندك ستاج في المارسا وانت تسكن في باب سعدون تلقى الرابطه جست بحذاك كابي. وي بيرفكت. وبه 3 حاجات خايبين. 3 حاجات خايبين بلاصتها خايبه مش نورمال بالرسمي بوشوشه بحذاها. اي بحذاها حبس نساء. لا مش حبس نساء سيسي حبس نساء في الرابطه وبحذاها ثكنه وبحذاها معناها اصلا هي بحذاها المليسين دوكو بلاصه ماهيش سيكوريزي. منهم مره واحده انترن اغتصبوها ولا شنو ما سمعتوش ديرنييرمون والله. وان بليس نتوما تخدموا بالليل معناتها نورمالمون هذيك اكثر بلاصه لازمها يردوا بالهم عليه. اي صحيح. اي وشنو اخر شنو الحاجه النيجاتيف اخرى انه مثلا باغ اكزومبل انه كي تبدا معناها ماكش بيان كلاسي تاخذ ستاج بي هذيك حاجه ماهيش طايره. نورمالمون يحطوا ايكيتابلومون معناها حتى اللي مثلا عملوا ما صدفلوش الحظ وما قراش على الروح وجا ما كلاسي علاش ياخذ ستاج ما علاش يعملوا دي كومبينيزون بوكو بلو ايكيليبري ولا جون هما يافكتيو وحدهم الاولانيين هما ياخذوا حاجه وبعد لا كريم دو لا كريم. وجست باش نفسرش معناها مثلا ستاج معناها ستاج فورماتور يحفظك الكور على الاخر ويعاونك. ستاج نون فورماتور وكابس معناها كما اللي خطوا عليهم الاخرانيين يبدا جونغ لونتري 8 سورتي حتى ماضي ساعه كيف يدور هو معناها يدور هكا وما يلقاكش انت وراه قاعد تبع فيك الدجاجه انت عندك ابسونس هذيك يا معلم. مثلا يقريك ويقعد يستفقدك كل دقيقه وينك شعمل. لازم تبدا هكا كلاسيك لا تقرا لا يخليك تقرا كورك معناها تفلور في الساعه تستافل حتى تقعد هكاك لازمك تتبعه ولا تستفيد ضياع في وقتك. اسكو هما يختاروا لكم استاجات ولا انتم تلوجوا على استاجاتكم؟ لا لا، نحن نختار، نحن نلوجوا معناتها عبد عمل استاج هذاك عم ناول يحكي لنا الاكسبيريونس نتاعو، ومن الاكسبيريونس نتاعو انا نقول اسكو هذاك استاج يولمني ولا اوكي. ونقصد معناتها استاجات اسكو ما عطيتهم الفاك معناتها يجيبوهم لكم ليستا وانتم تختاروا منهم ولا ليستا؟ الفاك تجيب لنا ليستا ونحن نختاروا لي تي مش بالستاج، يتصير بالكومبينيزون دو ستاج. اوكي واضح. كل كومبينيزون فيها البوان فور والبوان فيبل نتاعها. اوكي فما قالت لك اسكو تنصحني نجبد لانسكريبسيون نتاعي من الفاكولتي اللي نقرا فيها توا وي و نو؟ بنجم نجاوبك انا خاطر ديجا قالت هي لي قبل حسب الاكسبيريونس نتاع منى نتصور باش تقول لك اي، خاطر ما تنجمش توفق ما بين الزوز، ما بين قرايتك والستريس نتاع قرايتك توا وانك تقرا سورتو انت باك مات. دونك باش تنجم تحاول توفق ما بين الزوز وانت لازم تعاود تتعلم بروغرام السيونس كومام بليده شويه، انا نتصور هكا. وزيد كي تجبد لانسكريبسيون تنحالك هذيك الدوزيام شانس، هذيك اللي تبدا محاضي ماني هكا عندي كان ما نجحتش اليوم يسالش نكمل نقرا قرايتي، تكون تولي تكبس روحك اكثر وتعطي لو ميور دو توا ميم اكثر والروندمون يطلع. ايكولوجيكمون باهيه زاد. حتى كان لا قدر الله لا قدر الله ما خطفتلكش عندك الحق ترجع تقرا، خاطر عندك الحق في دو انت قلت لي دو. مالتي ما نعرفش شوف ثابت كلهم مالتي كلهم حتى الريو، الريو عندك الحق تعديه كان دو عامين بعد الباك، تفوت عامين ماش عندك حق تنسكري في الريو. اي فوالا دونك انا نرى انا بدي نرى give it your all في حاجه بركه مش في حاجتين، علاش تقسم تاعك واعصابك عليه زايد، انا هكا نرى ما اما اون فان كونت يقعد خيارك انت. سبيطار ميليتير وبيطار ميليتير شبيه؟ كتبت ميليتير هكا دونك ما نعرفش. تحكي على اوبيتال ميليتير، والله لوبيتال ميليتير تحفون جينيرالمون يبداو فورماتور، اما جوست المشكل في لونطخي معناها لازمك بعد كل مره سي ان بو هكا منظم اكثر، اما فهم في دي ستاج باهيين في دي ستاج فصعه جينيرالمون. تنصح بيه الستاجات للجماعه اللي يحبوا؟ والله ستاج ديبوندون راه اصلا هما كانكم معناتها وصلتوا معناتها دخلتوا ميديسين وكل باش تسالوا البروموسيون اللي جوست قبلكم، خاطر هي من عام لعام تتبدل. انت تبدا 3 معناتها تسال جماعه الكاتريام باش يقولوا لك على اي، خاطر باز الدنيا تتبدل والطب تتبدل وبرشا حاجه تتبدل. وشاف سيرفيس يتبدل والنيمات يتبدل. كيفاش تنصحهم يقراو سورتو العامين الاولانيين؟ اكثريه اللي يحكيو معنا واللي باش يتفرجوا في الفيديو هذه باز باش يبداو عباد داخلين بروميير ولا دوزيام، معناتها كيفاش تنصحهم يحضروا رواحهم سيختو لك من بعد 3 والجو اللي جايهم من بعد؟ والله نقول لهم لا، راهو الدوزيام سيكل اللي بوكو بلو بيرتينون كو البروميير سيكل. الدوزيام سيكل راك تتعامل مع المرضى نفسها، معناها انت نهار اخر الدياغنوستيك هذاك باش تعملو باش تداوي بالحاجه هذيك معناها بالتريتمون اللي قريته في 3 4 5. دونك راهي مزيانه من حيث معناها تيغا بوكو دو غو اكزيرسي معناها في العام هذاك، اما بروميير و دوزيام اني الحقيقه هكا ثقال شويه معناتها في كونتيتي وكاليتي، معناها باش تقراو شويه هذيك البيوشيمي ستركتورال بيوشيمي ميتابوليك، دوكو فيها تحفظ برشا دي فورمول، فيها ان كوتي شيميك اكثر من كوتي ميديكال. دونك هذاك وسعوا بالكم بالرسمي، وسعوا بالكم على الاول واصبروا عليها، ما تقولش من البروميير اني ما عجبتنيش باش نبدل، راهي تتحسن على الاخر من دوزيام اني دوزيام سيمستر تتحسن في اللي انتم توقعتوه معنا. منى اختفت. منى كنا نحكيو على نصيحتك كيفاش يقراو، سورتو انا توا قلت لهم سورتو البروميير اني ودوزيام اني باش تبدا هكا شويه هكا، سورتو البروميير اني تفدد شويه، دونك ما يأيسوش خاطر لازم يعرفوا اللي من بعد باش تولي محلاها وجو وكل شيء، دونك لازمها شويه صبر البروميير اني سي سا؟ وي بالضبط. نحفظ ملخصاتي مع التعليم، عندي مع التعليم انا على الاخر هذاك عليه عندي دبلومس يودي باش يولي بروف، انا يولي بروف يا جماعه، يظني نصلح انا بروف على الاخر. باهي شوف بخوني عليه ان ننصحكم انكم تبداو ملي تبدا الفاك ديت قبل معناها جونغ تبدا باسكو انت ما عندكش اون اوبليغاسيون انك تحضر لي كور وكل، باش تبدا محلول انا ننصحكم لا، انا ننصحكم بديو اقراو مع او باراليل مع الفاك، بريتم الفاك بلي تنجموا كنتي مش يحفظوا يقراو، يبداو يحضروا قلت لك يحضروا سي با امبورطون، سي با امبورطون، فايده انك تقرا، تحضر ما تحضرش كل واحد وكيفاش، فما شكون يبريفير البروف يحكي له الحكايه، فما شكون يقول لك لا عطيني كتاب نشوف باغي وحدي، كل واحد كيفاش. انا وحده من الناس بريفير عطيني الكتاب وندبر راسي وحدي، ما كنتش نحضر ديكور وما حضرتش ديكور، وفما ديكور يعاون على الاخر، فما ديكور يعطيك وجهه اخرى، يعطيك اصلا على شنو تركز في الديكور وكل. اي بيان سور دونك بينيفيك. انا وحده من الناس بور مو ديبلاسي ونقوم 8 الصباح ونمشي يا بنيه نقرا كتاب، نبدا نص النهار نكمل 5 تاع العشيه. خير وانا كل واحد كيفاه. انا مثلا من العباد اللي جو بريفير الي وكور خاطرني نفهم نتذكر المعلومه خير كي يحكيها لي بروف بلي زيكزامبل نتاعو، اما كي يبدا بروف يعاود لي في الكتاب ولا في لي بريزونطاسيون زاد ما نمشيش. اما دابيتود كي يبداو بروفيت هكا يعمل لي دي زيكزامبل ويحكي لي حكايه ديما نمشي جو بريفير الي. دونك انا نراها ديما سي اون بريفيرونس بيرسونيل كيما انت قلت. اي هو راهو ديما باش اي كوتش يزيدك ان بلوس، اما انت كل بون مستعد تضحي خاطر البلوس هذاك. كل واحد كبير سورتو في الفاك فما فازت بديتي تقول تي احكي فين غتمشي يا شريري بعد يجيك ديس ترطا كيف تفهم شيء. انا اصلا ننصحكم على نصيحه هذه يا جماعه البروميير اني الكل برسم السمستر الاول، اعطيو بالحق اللي عندكم واكثر من اللي عندكم، اقراو صباح وليل بالرسمي خاطر كنت قادم على حاجه ما تعرفيش شنية بالحق. دونك اعطي تو تي زيفور، جرب لي ميثود الكل، اقرا وحدك اون جروب في الدار في قهوه في بيبيوتيك، اقرا بصوت عالي، اقرا بالكتيبه، جربهم الكل لين انت تعرف انت فاش تنجم معناتها شنو الميثود اللي تناسبك باش تكبتي معناها، خاطر هو سهله، راهي سهله الميديسين، اما قوتها في الكونتيتي. مثلا نعطيك انا كي نعطيك 10 كورات ساهلين اوكي، كي نعطيك 100 نكون ساهل، فهمت؟ تولي حاجه اخرى واخذها صحي. دونك يعملكش على الكاليتي، يعملك على الكونتيتي. كاو ديما فما فاكتور الزهر بيان سور يطيح حكايه ما تجيش وخطو هذاك. اما انا هذاك اللي ننصحكم كم البروميير سيمستر تعطيو افون هكاك حتى تجيبوا دي بلوس، معناها جيب بلوس 30 بلوس 16 جيب حتى بلوس 100. وبعد السيمستر الثاني هاك فهمت روحك كيفاش تقرا، وين تقرا، شنو اللي يمشي معاك شنو ما يمشيش، طيح في الريتم، العب، تنجم حتى تجيب معناتها دي مواغ هي سي موين دو لاني تنجحك. تنقولوا السيمستر الاول جيب حتى 14 بعد جيب 6 تنجح، جوست ما تجيبش اليميناتوار. دونك المهم يكبسوا رواحهم باش يفهموا السيستم الاول على صحيتك، ما تخليش الشيء يغلبك سينو تلقى روحك تعاود في العامره وسانا غير باكوز تجربه. عبد جاب 18 باك عم ناول ودخل وكل راه يعاود خاطر سي با دو تو لا ميم شوز. كلين صلى الله كالفازيف والسكا وكلهم يمشيش كل حفاظها من تو. انا شنو ننصحكم بالرسمي مع عمركم ما تدخلوا دروسوا في كتاب معناها في تيم وحدكم، ديما اسال ديما خاطر راهو ساعات مثلا تبدا مثلا نقولوا اكزامبل تيم 1 تمشي انت تفلور فيه وتقرا فيه صباح وليل وكل، ايه يعطيك الصحه. اما التيم ان كي تسال العباد اللي اكبر منك يقولوا لك راهو كي تمشي تقراه بالانتر اس هذا ريزومي تحضر له للصلاه تجيب في 14 لا في وقتك معناها. دونك بالرسمي عمرك ما تمشي هكاك معناتها دون لو فيد وحدك، ديما اسال اللي فوقك بالحق، كو سوا في ستاج كو سوا في تيم ولا في اي حاجه، ديكو تاخذ كتبتك برا امشي اسال معناها حتى ما تعرفوش راه مش مشكل، راه بالحق يصير كوتي قرايه حتى تمشي قاعد في البيبيوتيك تلقى واحد على الشباك يعمل في السيجار باش تحكي معاه تقول بربي باش تحضر يدي يعطيك راه كنت كي ستادي سمارت يقول لك صحيح اسال ما تختصش فيها وحدك، ديما اسال ديما فوق لافي. En plus انت قلت vu الميديسين على الكونتيتي، ايماجين انت ديجا كونتيتي كبيره وانت تمشي هكاك بعلي تمشي تقرا شيء ماكش تخلط، الوغ كنت نجم في الاخر تقرا الحاجه اللي ماهيش مهمه وتخلي الحاجه المهمه وتندم من بعد، الوغ عبد اكبر منك ينجم يقول لك الصحيح. ديما اسالوا ديما. حاجه اخرى بربي ما تاكلوش من بيبات الفاكهه تمرضوا. ما تاكلوش من بيبات الفاك تضربوها جاسترونتيريت. تعرفش عندك شي فكره على الفوايي وكل؟ فما فوايي بريفي بحدا الفاك اللي هي بون انا الحقيقه ما ننصحش به خاطر سي ابوبخي لا ميم شوز. هو فوايي بريفي صحيح في انترنت اما جور هو ب 250 ولا غلا هذاك تو حاصيلو 250 عندك فرش شي بيت اوغ انت وعندك جوغ البيبي تسكر 10 بعد 10 ما تنجمش تمشي تبات في الفوايي بريفي اوغ كنت تمشي مثلا تكري دار انت صاحبتك تكريها ب 500 250 عندك بيت واحد. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas aussi intéressant que ça, mais au foyer, le bnet, chez Bardo, ça va, بعيد, بعيد. أما مش بعيد لك الدرجة، فهمت؟ بعيد، أما تعب الحق كينكم تلزيت وتقعد في الفويي، فازي، أما كان عندك لا بتيت بوسيبيليتي أنت إنك تكري، حتى تكري بيت معناها أنت وشكون، مش فويي، معناها تكري بيت أنت وشكون، فازي، أنا ننصحك خاطر في الاخر الفوايي هو راه ظهر له معناها انا نعرف صاحبتي في الفوايي واخذه بيت وحدها وجو وكل فهمت ما ظهر. الاسئله اللي يتعاودوا ديما هما شو اسمه منين تاخذ باش معناها اللي باش نقرا منين باش تنجم تلقاه الريبونس اللي راكم تنجموا تلقاو معناها لي معناتها لي زيكزامان في السيت وانتم تخرجوا. وانا ننصحكم انكم تلقاها مش سيت نتاع الفاك، لا تلقى جوست تكتبوا في جوجل غيو ميديسين غيو فاك دو ميديسين تو يجيب لكم هما يونيفرسيتي تونس المنار فيها ميديسين يتكيس بباراميديكال كل شيء وانتم جوست تشوفوا الكاز فيها الميديسين. وننصحكم تحضروا الفرنسي بيبي ما تحقروهش بالكل راه الفرنسي سي سكي فا فيغ لا ديفيرونس. نذاكر قالوا لي نتاع الغيو كوميم كاسح شويه الاكزامان كاسح دونك انا ننصحكم برسم نحطوا لها في الجمعه حط مينيموم وشويه تاع تحضر فيها شويه فرونسي خاطر سي كولتور جينيرال دونك لازم تبدا يكون عندك شويه من كل شيء. دونك هاكا اقرا اختيك اقرا ديسيرتاسيون عملها شكون حاول معناها كانك تنجم عندك ان بو هكا ان بو لي مويان باش تعمل ليتود مره في الجمعه. واسكو لي ديسيرتاسيون وكل شيء تلقاهم عندهم علاقه بالميديسين ولا جينيرال؟ لا 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 جينيرال. اما راهي في جانفي لانسكريبسيون كان يفلتوا جانفي ما عادش نجم نقيدو. انا ننصحهم اللي باش يعديو زاد غيو الميديسين يعديو زاد غيو تي بي اس وغيو كارتاج ويعديو الغيو الكل. يتعداو مع بعضهم؟ لا لا جوغ الميديسين تتعدى قبل الميديسين تتعدى في اول موش اول مارس نص مارس والاخرين تعديو فان مارس. دونك انت ترى عم تعمل غيو باش يعديوهم الكل؟ خاطر انت معناتها هما ماهمش صعاب الحقيقه مستنيهاش جو سي كارتاج تري تري على بورتي عديتو انا ديجا و سيدي يعطيك اون دوزيام شونس معناتها يمكن انا في الباك ما كنتش نحلم بها يا جو سي كارتاج في الغيو عندي الفرصه انا تو خسرتو العام معناها خلينا نمشي جو ماكسيميز مي شونس اي كوم سا بعديكا تي تروبوزي نختار. ما خممتش فيها دونك اسك معناتها بيسيكلي كي هما لوجيك خاطر نتصور الغيو نتاع الميديسين من اصعب لي غيو دونك انت تنجم تعمل مش من اصعب هي اصعب وحده معناها اصعب اما الاخرين اما جوغ مثلا نفس التحضير مثلا نفس تحضير غيو الميديسين هو غيو الباراميديكال دونك تنجم انت تعدي غيو الميديسين وتقيد في غيو الباراميديكال وتعدي غيو الباراميديكال وبعد ما تعدي غيو الباراميديكال تمشي تعدي غيو تي بي اس وغيو هاش كارتاج كوم سا تشوف انت وين نجحت وشو ما الحاجات ميولاتك البريفيرونس نتاعك وتمشي. اسكو معناتها اسكو ماهيش كيما الباك البروميير شوا هو يتعدى لك ديريكت تنجم تنجح فيها؟ لا 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 انت تقرر انت تقرر. باهي هذايا قداش تقعد بيريود لي زيكزامان؟ ما قلتلكمش مثلا راهي فما كان 3 زيكزامان في العام الكل وانت كان حالفك الحظ ونجحت برانسيبال تعدي كان زوج واحد في جانفي واحد في مي هكا هاو جغري تقرا 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 هاو تقرا سمستر كامل. احنا الان تخيل نعدي 3 ماتيرات هكا هاو 3 ماتيرات وانجلي الانجلي كديما ماتير بينات كل ماتير جمعه مثلا ماتير في الاول وبعد جمعه وبعد ماتير الاخرى ومن بعد هكا هاو كمان جانفي وماي هذايا الزوز. اسكو هذايا كونترول في جوان هذايا بارتيغ من التخوازيام ولا حتى البخومييغ؟ لا ديما جوست لو نومبر ديكزامان يفرق مثلا البخومييغ هاني عندكم يظلي ستة اكزامانات 6 سبيسيال لو 6 سميستر سين وش اسمه مثلا دوزيام هاني عندكم على الاول يظلي 5 سميستر الاول و3 سميستر سين دونك يفرق فهمت ما فماش كونترول كونتينيو. انا بداية ومش باية انا خاطر نحب الكونترول كونتينيو يكبسني باش نقرا حتى هي هذيك علاش قلت لكم نقراو من الاول وكل نجي خاطرك باش تتحل تقول جونفي هاو بعيد وخليني تركش طامعك وتقعد بعد جانفيجي السلام وتلقى هكا الكتب لي مانويل نتاعكم عاد. انا ريت مره كتاب نتاع ميديسين تبجع نكتب قام عبي بتصاور هذيك. ميرسي بوكو يا جماعه اللي تفرجتوا، ما تنساوش هنمشي نحط لكم اللين نتاع الانستغرام نتاع منى. شي داز ا لوت اوف ثينجز، ما حلاها تحكي على برشا حاجات كسوا على الميديسين والحياه اليوميه اون جينيرال، وزاده عندها فيديو يوتيوب كيف كيف تحكي عن الغيو بالذات والميديسين. دونك حطيتها في اللين في الديسكريبشن، جو تشيك ات اوت اند ذاتس ات. ميرسي بوكو اللي جيت معنا اليوم منى. ميرسي. أصلو كلمه صغيره على الميديسين بور كونكلور برسمي. راهو اذا كانكم معناها الميديسين تشوفوها ان طونك بريستيج ولا ان طونك حاجه عائلتك تحبك تعملها ولا ان طونك ان ميتي نوبل تحب توصل برسمي سينك توايس قبل ما تعملها. راهو باركور كي دوموند دو سوفل، راهو حاجه صعيبه على الاخر، راهي حاجه باش تاكلك من بدنك من روحك من الانرجي نتاعك متفرهيدك انت معناها باش تاثر اصلا على شخصيتك. دونك بالرسمي ثينك توايس كانك بالحق تحبها ولا ما تحبهاش. راهي سي با كيلكو شوز ا بروندر على ليجير، راهي صعيبه تستحق انجاجمون، لازم حاجه تحبها of course. Yes. And always follow what you like. Right. Merci beaucoup. و voilà. نقول لهم باي باي ونوقف. Bye. Recording. Bye.